مرحبا بالجميع إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شاهد المفتاح البقاء بدون مرض ولا زيارة الطبيب في أشهر كتب الدكتور راريمون صاحب الكتب المشهورة لا تمرض أبدا لا تخشى السرطان لا تكن سمينا مرة أخرى راريموند بعدما مر بتجربة ومرض كان فيها الأطباء يائسون من حالته وهو في سن الخمسة وأربعين عاما اليوم عمره خمسة وسبعين ولم يصب بأي مرض خلال الخمس عشر سنة الماضية سوى الزكام ولمرة واحدة المفتاح الذي يتكلم عنه الدكتور راريموند في كتبه الثلاثة هو الابتعاد عن السكر نهائيا، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي يمد الجسم باحتياجاته. قال الدكتور: السكر هو سبب الإصابة بالزكام والإنفلونزا. تناول ملعقة سكر تخفض مناعة الجسم بنسبة 50%. شرب علبه كولا تنزل مناعه الجسم لمده سته الى ثمانيه ساعات لاحتوائه على كميه كبيره من السكر السكر يسبب الزهايمر السكر غذاء للخلايا السرطانيه ويمكن الوقايه وعلاج السرطان بالامتناع عن السكر السكر يسبب جميع امراض القلب السكر سبب زياده الوزن السكر سبب تخزين الدهون كل مرض يصيب الإنسان تجد للسكر علاقة به. يقول الدكتور: إن الآباء لا يقبلون بأن يدخن أبنائهم أو يشربون الكحول، ولكن يشترون لهم الحلويات التي هي أخطر من الدخان والكحول نفسه. الزبادي هو أعلى مصدر للكالسيوم حيث يحتوي كأس من الزبادي على 450 ملي غرام من الكالسيوم. لذلك جعله من أغذيتك اليومية خاصة قليل الدسم النعناع دواء منشط للقلب والدورة الدموية إذا شربك الشاي بانتظام كما أنه ملين للمعدة والأمعاء ومضغه يخفف من آلام الأسنان ويزيل روائح الفم للقضاء على حموضة المعدة يشرب كأس مغلي من النعناع دون إضافة السكر النعناع يريح من الغازات ويقوي الكبد والبنكرياس ويسكن السعال ويهدئ الاعصاب وحالات الغضب وهو مزيل للارق ومدر للبول كما انه هاضم جيد للطعام المشروبات الغازيه تزيد من كبر حجم خصر المراه حتى ان لم تؤدي الى زياده وزنها خطا شائع ترك الجرح دون تغطيته حتى ينشف الصحيح هو تطهيره وتضميده حتى يلتئم بسرعة بنسبة 40% أكثر المشروبات الغازية تسبب هشاشة العظام مشاكل القلب والكلى السمنة ومرض السكري تسوس الأسنان خطورة مشروبات الطاقة على الأطفال أنها تسبب تصارع النبض تشنجات جلطات موت المفاجئ الشاي الأخضر. رائع لما فيه من مضادات أكسدة يمكنها حمايتك من الإصابة بالسرطان. السالمون، والتفاح، والعنب، والكرز، والطوط البري، والسبانخ أنواع من الطعام تحمي خلايا المخ وتقوي الذاكرة. خطأ شائع. قول أن شرب الماء أثناء الأكل أو بعده يسبب الكرش ويصعب عملية الهضم. والصحيح. أن الماء لا يسبب الكرش ويساعد على الهضم أفضل من غيره. احرص على شرب كأس من الماء عند الاستيقاظ من النوم لتعويض فقدان السوائل أثناء النوم ولتنقية الجسم من السموم. المشي لمدة 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام أسبوعيا يحميك من أمراض القلب، السكر، الكآبة، ضغط الدم، كوليسترول، الثوم يساعد على تقليل فرص الاصابه بالسرطان لقدرته على رفع جهاز المناعه، الزنجبيل تناوله ساخنا في المساء يساعد على حرق الدهون واخراج السموم من الجسم. المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس. thank <music> you